محتاج يومين كمان. خبيني خبيني. خبيك فين؟ ايه يا عم خبيني في اي حته، ده انت كلك مخابئ. خلاص انت هتاكلني. والله برافو عليك يا جمال يا ابني، دايما مشرف ابوك. ده انت بعت اسود مش بني ادمين. ما شاء الله ما شاء الله. ده طبيعي ولا نفخ؟ طبيعي يا فندم طبيعي. ما شاء الله ما شاء الله. حضرتك خريج ايه؟ فنون جميله يا فندم. فنون جميله؟ انت اكيد فنون قتاليه، فنون متوحشه. جميله. وسعادتك كليه الطب؟ قسم تشريح طبعا، قسم تقتيل، انما طب. ما شاء الله ما شاء الله. طيب يعني مبدئيا كويسين قوي. اتفضلوا استريحوا لغايه ما نجي لكم. اتفضلوا اتفضلوا. بعدين بقى الخمس مصايب دول كان على الله. اسمك كريم ايه؟ ناهض العدوي. لا والله. طيب وانت جاي لوحدك ولا جاي معاهم؟ وانت مالك؟ طب كويس. لا يعني كلكم اصحاب في بعض وجايين مع بعض ولا انت جاي فرداني؟ وانت دخلك ايه؟ خلاص يا عم حقك عليا. ايه ناهض فيه ايه؟ انا برغي معاك يعني عادي، بس انا عايز مصلحتك وقلبي عليك. اصل الجدع اللي قاعد ورا هناك ده عمال جايب سيرتك من الصبح بكلام مش لطيف. لا يا راجل. ايوه صدق. ما تبصلوش بقى ما تبصلوش. وبعدين شكله كده بصراحه اجمد منك يعني. ها؟ يعني انت تعرفهم؟ نعرفهم واحد واحد. طب ما تقول يا اخي. الاولاني ده اسمه ناهض. التاني ده اسمه داغر. التالت ده اسمه فايد. فايد؟ طبعا لازم يبقى فايد. الرابع ده بقى اسمه اشرف. ايه اشرف؟ ده اسم غريب قوي. ماله اشرف؟ بس مراته خانته وهربت مع عشيقها. هو ده عشيقها. خلاص ساعتك. ايه عملت ايه؟ كله تمام. الناس مستنيين ساعتك بره عشان تختار منهم واحد. يلا. ايه ايه الدوله؟ مش عارف. خليك انا اروح اشوف ايه. لا انا جاي معاك. بيتك ده انت تقيل قوي. ما قلت لك يا ناهض هيضربوك. ما سمعتش كلامي. اصبر بقى لغايه ما يجوا. اه متاخروا كده ليه؟ يلا بقى. قوم تاني. ايه اللي بهدل المكتب بالمنظر ده؟ ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ لا مؤاخذه لا مؤاخذه سعاده الباشا، اصل العيال دي حبوا يتنططوا عليك مني قلب ابيض يعني، قمت موريهم الرجوله ازاي؟ انا يا باشا ينفع للشغلانه دي 100 100 كده. شغلانه؟ قول. مش معقول. ايه؟ امشي انت. يلا يلا روح انت على البيت دلوقتي. خرب بيه. عاوز اقول لك حاجه مهمه. تعال تعال معايا. هو عايز يتحرك من هنا. خرب بيه. انا عاوز اقول لك. هتقول له ايه؟ عايز تقول له ايه؟ خلاص انا مشيتهم كلهم الحمد لله، دي عيال خيخه. ده انا اللي همشيك من هنا حالا. خيرت بيه. الواد ده يبقى حاصل اللي على الميداليه الذهبيه في الاولمبيكيات لعام 91 و92 على التوازي. اولمبيكيات؟ ايوه. لا ده انت قليل الادب وابن ابن ايه الا الاب. يا سلم الطريقه بتاعتك دي. معلش يا ابني حقك عليا. مش طريقه دي بتاعت الموظفين بتوعك يا خرب بيه على فكره. وبعدين انا عايز اقول لسيادتك ان انا كنت الحارس الخاص لامين جامعه الدول العربيه والبطل احمد عبد العزيز. وما طلبوش كمان عشان خاطر شارع شهاب؟ حصل حصل وطلبوني عشان شارع شهاب، بس الحقيقه انا قلت اجي هنا اقرب. ما تقعد يا اخ سالم، ما تقعد واقف ليه؟ انت اللي تقوم تقف وانت بتكلمني. خلاص خلاص. لا لسه حضرتك مش خلاص ولا حاجه. انا مجهز لحضرتك كل الاوراق الخاصه تقدر تطلع عليها بنفسك. ايه الصور دي كلها؟ اول صوره دي وانا ببدله الكاراتيه. كاراتيه؟ وكان معاك حزام ايه؟ لا انا معايا حمالات. ايه؟ معايا حزام اسود غامق، اصل انا بحب الغوامق قوي. وزي ما انت شايف هنا سيادتك. ايوه لا دي الصوره في هنا عندك. دي الصوره لما غلبنا مصر 2-0. ليه كنت بتلعب مع تركيا؟ وبعدين بقى في الاخ سالم. ودي حضرتك هنا بص الصوره دي لما كان معانا الكاس. او مين ده؟ انا. انت في الاوضه عندي. في الاولمبيكيات. في كل ده في الاولمبيكيات. وايه الصوره دي؟ وين كفن؟ لا دي كنت باكل عادي ما فيهاش حاجه. دي ايه رايك يا سالم؟ انا شايف انه كويس وابن ناس. انا شايف انه صايع وابن صايع. تاني تاني يا اخ سالم تاني بتشتم ابويا؟ انا ابويا راجل محترم. انت تعرفه؟ ابويا راجل محترم جدا يا خرب بيه، وبيشتغل شغلانه محترمه جدا.
بس واضح كده انه هيترفض منها النهارده بقى. انت اسمك ايه؟ زكي يا فندم. زكي ايه؟ ايوه قول له بقى ابوك اسمه ايه؟ لازم ينفعش اسمي والعيلة على طول. ابوك اسمه لا لازم إيه؟ اسمه ثلاثي. اسمك ايه ثلاثي؟ اسمي زكي ناهض العدوي يا فندم. طيب يا زكي ناهض العدوي اتفضل ادي العنوان ده وتكون عندي بكره الصبح. ليه؟ يعني انا كده اشتغلت يا فندم؟ اتفضل بقى. يكرمك. لا ربنا يخليك. اتفضل بقى دلوقتي. شكرا شكرا خرب بيه. شكرا. سامع سالم اقعد على الكرسي ده انا مدفيه كويس قوي. نهار اسود امي. ايه رايك يا سالم؟ انا شايف انه كويس هو مناسب يعني. بس يا خير بيه انا شايف ان الواد ده حلنجي ونصاب. هو حلنجي بس مش نصاب. وانا كنت عايز واحد حلنجي ومطقطق كده. كنت فاكر انك انت هترشحهولي في المقام الاول كده. بس انا بقى خير بيه متاكد ان الواد ده مش هيجي تاني. يا نهار اسود انا مش فاهم انت عارف ليه بس عصبي بالعمايلك فيا. بس يا الله ده شويه مش عارف عصبي ده شويه تعبتني بس ارحمني ارحمني. انت بودي جارد؟ ايوه. بعمرت ايه يا هان؟ ده جسمك ملوش وش من قفا. وقال ايه؟ قال ايه قلبك ميت؟ انت قلبك ميت؟ ايوه قسوتك عليا هي اللي موتت قلبي. بأمرت ايه؟ يا اخويا بأمرت العقل اللي بتاكلها كل ليله يا ياض. اخش اجيب لك سطر الجراريب من جوه. انت بتعايرني؟ دي كانت ملفات قديمه واتحرقت خلاص. انا دلوقتي بكافح يا بابا. بالنصب يا ابني الكلب. يا ابني يا بابا يا بابا يا بابا انا ما عرفتش اربيك يا ليل. انا ايه مش هسيبك يعني مش هسيبك. ايه يا زكي تعالى هنا. ايه يا زكي انت عايز تجنننا ابونا ولا ايه يا زكي؟ ماله حاله يا ابني؟ اعمل معروف يا ابني انا مش ناقصك. ركز زكي وراك انا ابوك. ايه يا زكي في ايه؟ انت عاوز تجنننا ابوك ولا هو يترفد ويبقى صايع زيك؟ انا مش صايع دلوقتي. انا بشتغل وبشتغل مع نفس الراجل اللي مشغله. يعني احنا الاثنين هنقبض من راجل واحد وانا هسيبك. يا ماما ده انا. ما انت معاك تضلني اوعى تمشي يا بابا. يا بابا الله انا مش فاهم انت ليه باصص لي في لقمه عيش. والله ما حد هيقطع عيش الا انت. اطلع يالا. اطلع. مش طالع يا ربي بخلف فار. اطلع يالا احسن لك. مش حاطط خلاص. خليك يا اخويا حتى بتاع السرير نام. ايه رايك بقى ان انا مش رايح الشغل بكره وعايزك وريني هتقعد قد ايه تحت السرير. وقع الخرطوم ده عشان بينقط ميه. مجنون الواد ده ولا ايه؟ والله مجنون. انا قررت بسبب مشغولياتي الكتيره اني اجيب لكم حد يبقى معاكم وياخد باله منكم. ايه يا بابي انت هتتجوز ولا ايه؟ حد جاب سيره الجواز. انا بقول في امور كتيره لازم تتصلح وده بيتطلب ان يكون في حد معاكم جوه البيت بره البيت. بره البيت اكتر من جوه البيت. يعني في العربيه في النادي. اظن الكلام بتاعي واضح. يعني حضرتك عايز تجيب لنا حد يراقبنا؟ انا قلت يبقى معاكم مش يراقبكم. صباح الخير. صباح النور. خيرت بيه موجود؟ افندم؟ سوري خيرت بيه موجود؟ نقول له مين؟ قولي له زكي ان شاء الله. بخصوص ايه؟ هو عارف. هو عارف. مستر خيرت اتنات افيلابل ناو يو كان كم اجين. اوكي ثانك يو ثانك يو. كاسكو ليا صباح على ميزون. صباح الخير. اهلا يا زكي. اتفضل تعالى اقعد وما فهمك لازم تعمل ايه. انا فاهم كل حاجه حضرتك ومجهز نفسي تمام. يا سلام. طبعا ما تخافش. سيادتك انا من واقع دراستي موقع الفيلا لقيت انها فيلا واطي. سور الفيلا واطي يعني. فمحتاجين عليه حوالي 6 7 متر تقريبا. وبعدين هنحتاج نزرع كاميرات هنا اهو في الاركان. وبعدين هنحتاج تقريبا حوالي 2000 متر سلك شايك. يا ابني انا مش جايبك تحرس الفيلا. يبقى المصنع. بالنسبه للمصنع انت سيادتك كده. بالنسبه للمصنع حضرتك احنا ممكن نرجع كل الحاجات اللي جبناها دي بس سلك الشايك خليه هنحتاجه. يا ابني قول على المصنع. يبقى مفيش حضرتك غير العربيه. سيادتك انا مش بتاع عربيات. العربيه دي حضرتك تجيب لها فانوسين شبوره وغطا جلد من الوكاله وممكن كلب لولو صغير كده تحطه في التابلو هاو هاو كل ما حد يقرب ناحيتها. سيادتك فهمتني غلط. بعد اذنك. استنى عندك انت. ايه يا ابني برباند؟ ما تديني فرصه اشرح لك انا عايز ايه. انا عايزك تحرس اولادي. اولادك دول؟ دول تجيب لهم حارس فلبيني. يا ابني ارجوك اسمعني. هقدم لكم زكي البودي جارد. ده بودي جارد؟ ده عامل زي البورس الجعان. بعد اذنك شيرين بنتي
وعمر ابني. واضح طبعا ان شيرين الكبيره وعمر الصغير. واضح ان رباط جزمتك مفكوك. انت كنت مستعجل ولا حاجه؟ اساسا مش بعرف اربط رباط الجزمه. اساسا طب مش كنت تقول كده؟ انا رايحه النادي. يلا يا عمر الحق معهم يا زكي معهم. طبعا اسمع شيرين شيرين تبقى معاها لحظه بلحظه انت فاهمني. شيرين بالذات تبقى زي الله. طبعا. طيب بالنسبه لعمر اسيبه يتوه عادي؟ وعمر كمان يا زكي ارجوك. طيب طمن حضرتك انا متشكر قوي على غلاوه ثقتك فيا يا فندم. انا بالنسبه لي انا راجل مسالم وكافي شيري خري. عمري ما هحاول اعمل اي مشاكل معاهم بقى يا اخي. يلا يلا الحق الواد. طمن. ثانيه واحده. في ايه؟ ثانيه واحده عربيتك دي ها؟ عربيتي. انت بتعمل ايه؟ مفيش بس اجراءات امنيه كده. كوتش ده عايز يتزود. حسب ايه ده؟ في حاجه اتفجرت؟ ده ريموت العربيه. ريموت العربيه؟ ريموت؟ هو انت سايق عربيه ناشونال ولا ايه؟ ابعد ايدك عني. انت اهبل ولا ايه؟ انت مجنون؟ مجنون انت؟ ايه ده؟ اوه الحمد لله مفيش اصابات. ثانية واحدة ثانية واحدة بعد اذنك. فين المفاتيح؟ انت هتعمل ايه؟ مش ده كرسي السواق؟ هسوق. بقول لك ايه؟ ايه ده؟ انت عندك خاله هبل؟ لا عمتي كانت سمينه شويه والله. طب اركب ورا. اركب ورا ليه؟ اركب ورا. ما انا اللي